عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا نكمل البروجكت اللي احنا ابتدينا فيه النهاردة. هنشتغل على الـ Implicit Validation. تمام، أول حاجة هنعملها، أنا عايزة لما أشتغل على الفورم دي وابتدي أدخل الداتا، لما أدوس Tab يتنقل ما بين الـ Controls. هعمل ده ازاي؟ خلينا كده الأول نرن الفورم. الفورم اهي شغالة، انا وقفت هنا عند الـ Employee ID، كتبت مثلا واحد عايزة انقل للـ First Name، فبدوس تاب على الكيبورد بينقل لمين مثلا، Last Name، بدوس تاب بينقل ما بين الكنترولز وبعضها. ده ما بيحصلش بشكل تلقائي، ده لازم يتعمل له setting جوه الفورم بتاعتي. طب بعمل الكلام ده ازاي؟ باجي اول حاجه على الكنترول اللي انا عايزه السكرين تبدا بيه، هو الامبلوي اي دي، بروح على بروبرتي اسمها تاب اندكس. تمام، ودايما التاب اندكس بتاعتنا بتبتدي بزيرو. اوكي، فانا حدي دي زيرو، معنى كده ان هو السيستم هيبدا بالفورم دي. بعد كده دي واحد اتنين تلاتة، ادي اربعة، دي خمسة. تمام، انا عايزه دي، خلي دي 3 ودي 4. تمام، ودي 5 ودي 6 بالترتيب بقى اللي انا عايزاه. فبالتالي دلوقتي احنا هنشتغل implicit validation، او ازاي ان انا اقيد الداتا اللي بيدخلها اليوزر بصوره معينه او بشكل معين. مثلا هنا في employee id المفروض ان اليوزر ما يقدرش يدخل غير ارقام فقط، واحد اتنين تلاتة ارقام، ما يقدرش يحط حروف. فانا عايزة هنا التكست بوكس ده اليوزر ما يقدرش يدخل فيه غير بس حروف. ده هيخلينا نروح للـ Implicit Validation، لان ما فيش حاجة بتثبت الكلام ده عن طريق الفورم او عن طريق الديزاين. طيب الـ Implicit Validation ده بيتعمل ازاي؟ اول حاجه هنيجي هنا عند التكست بوكس دي، ونروح على ايفنت اسمه key press. اول حاجه هنعمل variable نوع pool، is number or back space. تمام، وأول ما هدوس على البوتن هست الفاليو بتاعته و false. بعد كده هحط if condition e dot keycar dot وهقول له ان ده car، لو لقيت character is number وهبعت له اللي جاي من البريس or e dot key car equal 8، والتمانية ده الرقم المقابل للباك سبيس.
هقول له لو لقيت ان الحرف او الرقم اللي داخل قدام الحرف اللي داخل المضغوط عليه ده رقم او باك سبيس، اعمل ايه؟ set النمبر equal true. طيب لو ما لقيتهوش كده else e dot handled equal true. انا رنيت البروجكت، تعالى كده نحاول ندخل حروف. انا بدوس على حرف ال H A B C، اي حرف ما بيدخلش. هدخل ارقام، هيدخل باك سبيس، هيدخل سبيس، انتر، تاب، اي حاجة تانية مش هتتحرك غير الحروف. طيب انا هعمل نفس الفاليديشن ده على الفون نمبر، لان هي برضو ما بتقبلش غير ارقام. فانا هقفل دي كده، هعمل ستوب، وهروح على الفورم امبلوي، وهختار الفون نمبر، وهروح على الكي بريس، وهدبل كليك هنا. كل اللي انا هعمله ان انا هاخد نفس الكود، كوبي بيست. تعالى كده نتست مرة تانية. هنيجي عند الفون نمبر، احاول ادخل ارقام، حروف ما بتدخلش، ما بيدخلش غير ارقام. كده احنا خلصنا حلقة النهاردة. ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان نكمل بكرة ان شاء الله الـ explicit validation. سلام عليكم.